مشاهدين أهلا بكم مرة جديدة في بين قوسين. عنوان الحلقة هو عن الأخضر، بكل بساطة تغيير المناخ، تدوير النفايات وكل شيء يتعلق بالاقتصاد الأخضر. أيضا سيكون معي ضيف في هذه الحلقة سيد محمد كرم، وهو مدير أول تطوير الأعمال لدى إنسن كريتر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا بك معنا سيد محمد في هذه الحلقة الخاصة عن أشياء مهمة تحصل في الاقتصاد العالمي وكورونا أيضا تأثير على كل هذه العوامل. بداية بس بدي أسألك أنه التفاحة تحتاج إلى 70 لتر من الماء لتصبح تفاحة. ها بداية خلينا ندخل نشوف قديش يعني حيكون هون استنزاف لثروات الطبيعة، وحنعرج على النفايات. خلينا نبدأ بداية تعطينا النفايات وأنواعها وقصة التفاحة كمان. أول حاجة شكرا على الاستضافة جو. طبعا اللي قلته ده صحيح، المشكلة معظمنا مش قادر يعرف حجم النفايات أو حجم الهد اللي بيحصل في النفايات. بالنسبة لأي شخص التفاحة هي عبارة عن فاكهة مش هيقدر ياكلها فبيتخلص منها. التفاحة بتاخد تقريبا من 70 ل100 لتر مية. نعم. عشان تبقى تفاحة أو كده. فنجان القهوة عشان نقدر نزرع حبوب القهوة اللي فيه بياخد حوالي من 120 ل 140 لتر ميه. فتخيل لو فنجان قهوه واحد كل واحد تخلص من فنجان او يعني تخلص من تفاحه، حجم الميه اللي احنا عندنا فيها مشاكل في الموارد المائيه في عالمنا العربي في العالم عموما. فطبعا مشكله النفايات مشكله كبيره، وانا سعيد ان معظم الحكومات حاليا والإدارات ابتدت تهتم بالمشكلة ديت. نعم. لأنه لا تأثيرها في موضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد وعلى الأفراد كمان. طيب خلينا نزبل سريعا جدا إلى الهدر وبعدين ندخل بأنواع النفايات. أعطينا بس صورة سريعا في العالم العربي، عربيا قديش بيهدر الفرد في السنة؟ طبعا العالم العربي وبسبب العادات والتقاليد احنا نعتبر من اعلى الدول في معدل هدر الطعام. نعم طعم. ف على سبيل المثال في السعوديه ودول الخليج تقريبا كل شخص سنويا بيهدر حوالي 400 ل 420 كيلو من الطعام والغذاء سنويا. نعم. في مصر وفي شمال افريقيا بنتكلم على حوالي 220 ل 250 كيلو لكل شخص سنويا. ده حجم كبير لو احنا قارناه بحجم الفود او الطعام المهدر عالميا. يعني احنا اوروبا بنتكلم حوالي من 95 كيلو للشخص سنويا. نعم. في امريكا حوالي 100 او 115 كيلو للشخص سنويا. طيب اعطيتني بافريقيا احيانا 6 كيلو و11 كيلو، اعطيتني ارقام في سب صحارى. طب صحيح سب صحارى طبعا، يعني احنا لو اتكلمنا على سب صحارى في بعض الدول في سب صحارى بنتكلم على حوالي 6 كيلو 10 كيلو، لان هو يعني المواد الغذائيه قليله جدا مش حاجه جدا. يعني وسط افريقيا لو اتكلمنا على تشاد او الدول وسط افريقيا طبعا هناك حجم النفايات حجم الطعام قليل جدا والريسورسز قليله او الموارد الطعام قليله. كمان في مجاعات كتير في معظم دول افريقيا بالذات في شرق وغرب افريقيا. طيب خلينا ننتقل نحن وياك على النفايات، نعرف عليهم اكثر، فرزهم انواع اول شيء النفايات، وبعدين بدي انتقل على النفايات بالنسبه الى المستشفيات لانه كمان صعب جدا هذا التعامل مع هذا النوع من النفايات. بدايه اعطينا فكره عن النفايات وانواعها. النفايات مجال كبير او ليه فروع كثير. نبدا يعني نفايات في نفايات غازيه اللي عن طريق الغازات اللي بتطلع من المصانع والمنشآت الصناعية، في نفايات سائلة اللي هي زي نفايات الصرف الصحي أو المياه الثقيلة المستخدمة في الصناعات. نعم. كمان في نفايات في نفايات السامة أو الخطرة هذه. نعم خطرة أو الكيماوية. نعم. خطيرة. آخر حاجة في نفايات الصلبة اللي منها أنواع البلاستيك الزجاج الستيل
او المعادن اللي احنا بنستخدمها الغذائيه، طبعا النفايات الطبيه والنفايات الغذائيه، فكل دي يعني كل نوع من انواع النفايات ليه طريقه في التعامل وفي طريقه في التحويل واعاده التدوير. طبعا اصعبهم هي بتبقى النفايات السامه، لان دي بتحتاج لطريقه تعامل معينه. تاني حاجه لان الريسورس او المده اللي بتاخدها لاعاده التدويه او التخلص منها تحتاج لسنين. كذلك انت ذكرت النفايات الطبيه، طبعا النفايات الطبيه مؤخرا بسبب الجائحه زادت بشكل كبير، برضه النفايات الطبيه نوع من النفايات اللي بيحتاج وقت وريسورسز او لمصادر للتخلص منه بطريقه صحيحه. هنتكلم عن هذه بفكره خاصه. بس كنت بدي اسالك قبل كورونا، يعني اي سوق للنفايات كان مربح للشركات، يعني مثل الشركات اللي الكبرى يمكن بيتجنبوا النفايات السامه بيروحوا اكثر على النفايات الصلبه؟ طبعا هو اكبر سوق للاستيراد او النفايات كان الصين. الصين هي اكبر سوق كان بيستورد نفايات، وبالذات النفايات اعاده التحويل زي البلاستيك والستيل والحديد والنحاس والمعادن ديت، هو كان الصين يعني. طبعا حاليا معظم الدول ابتدت تحط معايير لاستيراد او تصدير النفايات، لان السوق ده كان محتاج نوع من انواع القوانين او نوع من انواع المعايير، لان كان حصل فيه طفره في السنوات الاخيره بسبب زياده ذات النفايات الصناعيه. فحاليا ما زال طبعا الصين هو اكبر مستورد للنفايات في العالم. طيب هلا مع كورونا يعني تغيرت القصص بالنسبه الى الربحيه، لانه صار في تعقيم وعده عوامل دخلت لم تكن قبل كورونا، ايش تغير بالسوق يعني للشركه؟ هل هناك مواد جديده بالنسبه الى الفرز والتعامل مع النفايات؟ طبعا يعني قديش حيأثر على حجم الربحيه على الاعمال وكل ذلك؟ طبعا الكورونا غيرت اسلوب الحياه عموما. اول حاجه فرضت الهايجين، انت دلوقتي بقت الصحه العامه والنظافه بقت اولويه عند كل شخص او كمان عند كل مؤسسه. فلو لاحظنا الكورونا جالها تو سايد او ليها وجهين، يعني في معظم الناس ابتدت تشتغل من منزل او من السكن، فطبعا المكاتب الترافيك على المكاتب او الوقت اللي كان بيمضي في المكاتب بقى، النفايات اللي بقت في المكاتب بقى. في نفس الوقت زادت النفايات عن طريق التغليف، عن طريق السانيتايزر او المواد التطهير المعلبة وكل شيء. صحيح الدليفري، طبعا الدليفري الفود دليفري ذات او توصيل الطلبات، توصيل طعام المنازل. نعم صحيح، ده زاد بشكل كبير، وزود معاه الباكج اللي هي التغليف وفي منهم صاروا يستعملوا بلاستيك اكثر ويتجنبوا بالمطعم ياكلوا بالشوكه، يعني ياكلوا كل شيء بلاستيك. هيدا اثر بقوه على حجم الاعمال، يعني بين انه الناس خففت تروح على المكاتب وصير تستعمل بلاستيك اكثر، وين بتشوف المعادله؟ دائما هي المعادلة تعتبر معادلة صفرية لو اتكلمنا على حجم النفايات، بس على حجم الأرباح طبعا حصل تأثير، لأن تكلفة الرننج كوست أو تكلفة التشغيل سواء المطاعم أو الفنادق أو المؤسسة عموما بيزيد، لأنه بيضطر يشتري أدوات تنظيف زيادة، يضطر يشتري مطهرات، يشتري يبقى في مونيتور طول الوقت، يعني جهاز قياس الحرارة، أجهزة المسح الحراري، كل ده زود تكلفه على الشركات وعلى المطاعم. نعم. ف من ناحيه الربحيه طبعا حصل تاثر كبير في الربحيه. طيب وزادت شيء مده تسليم المشاريع، اثر بالتاخير المشاريع مع كورونا لانه صار في اجراءات جديده لإلكم مثل الشركات؟ طبعا زي ما قلنا معظم الشركات دلوقتي بتشتغل من المنزل او جزء منها بيشتغل في المنزل، ده ادى على معدل تسليم المشاريع اولا. تاني حاجه الاجراءات الاحترازيه، يعني احنا في العالم العربي ما زال في بعض الدول عندها حظر تجول، يعني في لبنان تقريبا في اغلاق كامل في كذا دوله، في اجزاء منها او كل الدول فيها اغلاق كامل.
ده طبعا تجديد أسرع على حجم المشروع واللي بيزود تكلفة على المشروع، لأنك تأخير التسليم وتأخير المشروع ده في حد ذاته زيادة بيزود تكلفة وبيزود بيقلل من الربحية للمشروع. طيب هلا بالنسبه عربيا، بس قبل ما ندخل بالتفاصيل الارقام، وين اكبر الاسواق بالنسبه الى النفايات؟ يعني في بافريقيا مثلا المغرب بيلعب دور كبير جدا في تدوير النفايات، سوق كبير. صحيح. طبعا سوق تدوير النفايات يعني احنا في اخر 10 سنين حصل فيه تطور كبير بالذات في دول الخليج. نعم. وشمال افريقيا. فطبعا من اهم المشاريع الموجوده حاليا في دول الخليج اللي هي مشاريع الطاقه. نعم. او الطاقه النظيفه او الجين، سواء طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه. فاحنا بنتكلم مثلا في مدينه ابو ظبي اكبر مشروع للطاقه الشمسيه اللي هو نور ابو ظبي، كذلك في السعوديه هيبقى في اكبر مزرعه للطاقه الرياح موجوده في السعودية. ومؤخرا سمو الأمير محمد بن سلمان أعلن على مدينة زلاين أو المدينة الجديدة في نيوم، دي كمان من أهم المشاريع الموجودة حاليا بتهتم بالطاقة النظيفة وإعادة التدوير والنفايات. طيب هلا كمان قبل ما بنهاية القسم الأول، كمان بدي ألقي الضوء على صعوبة التعامل مع النفايات، يعني إيش أهم مشكلة بتواجهها الشركات بالتعامل مع النفايات، شركات طبعا تدوير النفايات؟ طبعا زي ما قلنا حسب نوع النفايات بتتحدد الصعوبة. فإحنا لو ابتدينا مثلا النفايات الطبية، النفايات الطبية أول حاجة موضوع الفرز. نعم. فرز النفايات الطبيه ده ومعظم النفايات، موضوع فرز النفايات وتحديدها او تحديد حجمها وطريقه تغليفها او شحنها او نقلها، دي بتبقى من اهم الصعوبات، لان معظم النفايات بتندك او بتكون موجوده في مكان ولازم تنقل بطريقه سليمه لمكان اخر، اللي هو سواء مكان الفرز او طيب. مكان اعاده التدوير. فدي بتبقى من أهم وأصعب المراحل. نعم. سيد محمد، سنتوقف مع فاصل ثم نعود إليكم مشاهدينا مرة جديدة في القسم الثاني الخاص بهذه الحلقة دائما عن الاقتصاد الأخضر. شريط المعلومات برعاية شركة الاستثمارات الوطنية. عين على قطر في الأوقات التالية على CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية QNB. Almost all areas of the company's operation were impacted, as you can imagine, and I'm sure that's very common for all companies. How do you make sure that an essential item that we sell is available all the time? In our cheese category, we noticed that the consumer is buying bigger packs. The consumption was going up in home. Your demand is fluctuating across packs and actually across weeks tremendously. CEO Talks على CNBC عربية في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا مرة جديدة. أعود معك سيد محمد، بالنسبة إلى الماسك، يعني لعب دور كبير جدا في الفترة الأخيرة آخر سنة كإنتاج الماسك، بس بدنا منك أرقام والتحديات اللي حصلت. يعني شيء جديد، نحن هون كنا دخلنا بسرعة ردة الفعل لإنتاج كل الأقنعة بالنسبة إلى كورونا. طبعا الماسك أو القناع الطبي كان يعني فجأة العالم كله بقى مضطر للاستخدام بشكل يومي ومتزايد. فلو أكبر مصنع حاليا للماسك في العالم هو الصين،
فلك أن تتخيل أن السنة 2020 الصين صدرت ماسكات بحوالي 52 مليار دولار، يعني تقريبا هي صنعت 40 ماسك لكل شخص في سنة 2020. 40، فده رقم تقريبا 40 ماسك لكل شخص، يعني 52 مليار دولار دي تقريبا ميزانية الدول. فده بيوريك حجم الانتاج دي وحجم البروسيس او ما بين الانتاج والشحن والتسليم وبعد ذلك إعادة التدوير وإعادة استخدامه او طريقة التخلص منه يعني بطريقة سليمة. فده احنا الماسك في حد ذاته او القناع الطبي يعني كان من يمكن من اكبر التحديات وما زال، سواء من حيث الانتاج او من حيث إعادة التدوير. طيب هلا كمان اثرت كورونا بقوه على عمل المكاتب، نحكي عن طباعه الاوراق البرينتر، شغل الاوفيس، كله هيدا خفف كثير من يعني الهجوم على هذا الهدر، من يعني كيف اثر على تدوير النفايات ايضا؟ يعني اول حاجه ان عدم الذهاب للمكاتب في حد ذاته المكاتب ده في حد ذاته قلل البصمة الكربونية، لأن كل شخص كان بياخد وسيلة نقل أو وسيلة مواصلات عشان يوصل للمكتب. فده دي كانت من ميزات الورك فروم هوم، أعتقد إن هو طريقة العمل في المستقبل كمان هتتأثر حتى بعد كورونا. فده قلل البصمة الكربونية، بس في نفس الوقت كل ما كان يطبع سواء من جرايد أو مجلات جزء كبير منها تحول أونلاين لأسباب صحية وأسباب طبية، ما بقاش الناس تستخدم. يعني نفس الموضوع في المكاتب، يعني معظم الأوراق أو التعاملات المكتبية اللي كانت بتستخدم المكاتب بقت غير موجودة حاليا. وهنا لازم نشيد بسرعة استجابة الحكومة في دولة الإمارات للحكومة الذكية، أنها قدرت في وقت قليل في شهور معدودة أن معظم الخدمات التعامل او الخدمات الحكوميه بقت عن طريق الخدمه الذكيه او من غير اوراق. ومعظم الدول حاليا بتسعى او بتتجه لنفس هذا الاتجاه سواء حتى بعد كورونا، لان في اسرع، في دقه وفي تعامل اسرع مع الحكومه او مع التعاملات الحكوميه. طيب خلينا ناخذ نوع خاص مهم، هو نوع النفايات المستشفيات. بالنسبة إلى النفايات الطبية تحديدا من المستشفيات، طبعا مع المرض هلا وكورونا وكل ذلك موضوع دقيق جدا، هل يعني طب تميزت الشركات بين بعضها، صار في متخصص أكثر يقدر يتعامل؟ مش أي شركة بتقدر تتعامل مع نفايات كورونا ونفايات المستشفيات. طبعا النفايات الطبية زي ما قلنا هو قطاع قائم بذات أو صناعة قائمة بذات، لأنها تختلف كتير عن باقي النفايات. لأن أول حاجة مشكلة النفايات الطبية أن طريقة جمعها، لأن حضرتك ممكن يبقى في مستشفى واحد أو في مركز صحي واحد عدة نفايات، بس في نفس الوقت لازم يبقى في فصل بينهم سواء عن طريق تجميعهم أو شحنهم. ففي شركات قليلة أو تكنولوجيا قليلة جدا هي اللي بتقدر تتعامل مع النفايات الطبية. طبعا معظم دول أوروبا متقدمين في موضوع النفايات الطبية لأنهم كان لهم خبرة أكتر في المجال دوت. حاليا شفنا بعض الشركات على المستوى العربي ابتدت تستخدم التكنولوجيا ديت وابتدت تطورها حسب الاحتياجات المحلية للقطاع الطبي. طبعا حاليا احنا بنتكلم يعني على طريقة التعامل او نقل النفايات. تخيل لو احنا بنتكلم تقريبا في حوالي مليار شخص محتاجين فاكسينيشن او محتاجين التطعيم من كوفيد-19، فتخيل حجم الادوات الطبية المستخدمة، طريقة نقلها، طريقة تخزينها، تاني حاجة طريقة التخلص منها وإعادة تدويرها. فحجم مهول، يعني ما أعتقدش العالم واجه أزمة زي مشكلة كوفيد. طيب كيف استعدت الشركات؟ يعني هذه تحديات جديدة دخلت بالنسبة أيضا إلى مثلا اللقاح والنفايات تبعه، وهلا حيكون بالمليارات. هل الشركات كيف استعدت، مثل الشركات المتخصصة؟ طب
أول حاجة حاليا في شورتج أو في نقص لأن نعم. الضغط الزائد على أو الزيادة المضطردة على التكنولوجيا والمعدات ديت معظم الشركات ما عندهاش خطوط إنتاج تكفي أو تقدر تتعامل مع هذه الزيادة. فحاليا بقى في خلينا نقول في أولويات في التسليم. تاني حاجة بقى في إعادة للهيكل التنظيمي أو لهيكل البروسيس نفسه أو الإنتاج في معظم هذه الشركات عشان تقدر تستجيب للطلبات المتزايدة. وما أعتقدش إن يعني الطلبات دي أو الزيادة في الطلبات دي هتفضل الوقت سنة أو اتنين أو أكتر لأن إحنا شايفين إن كل ما بتطول الجائحة معانا الاحتياجات والأدوات التولز المستخدمة لمواجهتها بتزيد. تاني حاجة لازم يبقى فيها استمرارية فده هياخد وقت. والشركات طبعا هي فرصة وفي نفس الوقت تحدي لمعظم الشركات. في شركات كتير ابتدت تعمل إعادة assessment أو إعادة تقييم للبرودكشن لاين بتاعها بحيث يستفيدوا كل المواد الموجودة عشان يقدروا يسرعوا عملية التسليم. في شركات تانية ابتدت تعمل extension أو بناء خطوط إنتاج جديدة. فهي فرصة وتحدي كمان للعالم. طيب خليني أذهب أنا وياك إلى التغير المناخي. طبعا موضوع مهم جدا خصوصا يعني مع التطورات الأخيرة اتفاق باريس وبعدين العودة إليه مرة جديدة. بدي أهمية هذا الاتفاق وأيضا التحديات اللي جاية من التغيير المناخ. طبعا اتفاق باريس في سنة 2015 يعتبر اتفاق تاريخي لأن في حوالي أكثر من 190 دولة أنهم يقدروا يتجمعوا ويوافقوا على وثيقة واحدة. كذلك في نفس الوقت في نفس السنة كان في الأهداف 17 للتنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة كمان تم الإعلان عنها في نفس السنة في 2015. الجهود الدول دي كلها أو القيادات والحكومات ما جاش من فراغ لأن في أرقام أو في حقائق العالم لازم يتركها عن التغيير المناخي. يعني إحنا آخر 15 سنة 9 سنين منهم الكرة الأرضية سجلت أعلى درجة حرارة من أول ما ابتدينا نسجل درجة الحرارة من 1880. نعم. فتسع سنين في آخر 15 سنة درجة كان فيهم أعلى درجات حرارة منهم سنة 2020. إحنا متخيلنا أن درجة حرارة الأرض ارتفعت حوالي 2.1 فهرنهايت من 1880 لغاية النهاردة. وده معدل كبير جدا. أما بنتكلم أن مستوى سطح البحر تقريبا في 100 سنة اللي فاتوا زاد حوالي 17 سنتي بسبب زيادة ذوبان الجليد والقطب الجنوبي والقطب الشمالي زيادة ذوبان الكتلة الجليدية في الأرض فزود ارتفاع منسوب البحر حوالي 17 سنتي وسنويا تقريبا 3.3 ملي بيزيد مستوى البحر. فكل دي كوارث طبيعية. كمان مؤخرا أعتقد أن كلنا حسينا باختلاف المناخ وزيادة درجة الحرارة زيادة العواصف والكوارث الطبيعية. نعم. فكان لازم الدول تتحرك ولو أنه كان بس أيضا يعني شاهدنا توقف الحياة كمان عدة أشهر نوعا ما ساعد الطريق غير مباشرة على هذه العوامل. بدي أشوف إيش بعد ناقصنا مع كل هذه يعني المساعدة اللي أتت من كورونا. طبعا يعني كورونا زي ما قلنا السفر بالذات السفر الجوي قل بحوالي 70%. في دول كتير قفلت حركة التنقل أو التنقلات العامة لمدة 4 لـ6 أسابيع. كل ده ساعد على تقليل البصمة الكربونية. بس في نفس الوقت المصانع اشتغلت بكفاءتها أو بالمعدل التشغيل الكامل كمان ده زود في البصمة الكربونية. كلمنا على موضوع الدليفري، كلمنا على موضوع الباكجينج أو التغليف اللي زاد معاه، كلمنا عن الفئة الطبية اللي زادت. فتقريبا زي ما بقول المعدل البصمة الكربونية تقريبا السنة اللي فاتت كان هو
بس غير كورونا ما زال التحدي التغير المناخي تحدي حقيقي، ويعني الحكومات ابتدت تاخده في عين الاعتبار، كل الحكومات بعد ما شافوا التأثير السلبي سواء على الشخص أو على الاقتصاد. طيب هلا بالنسبة إلى تدوير النفايات، يعني من سوق كبير جدا، بس بالنهاية هلا بختام معنا تقريبا دقيقة أقل من دقيقتين، بدنا حجم السوق إجمالا، يعني كيف عم تتحرك الشركات الجديدة؟ هل هناك خروج من الشركات الكبرى من الأسواق، عدم صمود مثل الاقتصاد العادي، أم لا ستستفيد أكثر؟ طبعا معظم الاتجاه حاليا، بس مش في القطاع اللي فات، هي الميرجد او ان في شركات كبيره بتبدا تشتغل الاندماجات. شكرا. ده كمعظم قطاعات الاقتصاد بيحصل عمليه الاندماج، بالذات التكنولوجيا الجديده، لما يكون في شركات بتقدم تكنولوجيا جديده بتساعد على دوره التدوير او اعاده التصنيع. فده دايما اهم المؤشرات او التغيرات اللي حصلت حاليا في قطاع التدوير. الارقام الحقيقيه عن حجم التدوير النفايات صعب نقول ارقام، او مش صعب لان زي ما قلنا في كذا مجال للنفايات، بس اكيد هي في ازدياد. النيو تكنولوجي او التكنولوجيات الجديده ساهمت في تزود الربحيه في القطاع ده، وتزود كمان اهتمام المستثمرين والحكومات في قطاع تدوير النفايات. يعني احنا مؤخرا يمكن حاليا في كذا صندوق استثماري في العالم العربي حط مبالغ ضخمه في عمليه الاقتصاد الاخضر والطاقه النظيفه. شكرا لك سيد محمد كرم، وأنت مدير أول تطوير الأعمال لدى إنسينكوريتر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على هذه المعلومات بالنسبة إلى الاقتصاد الأخضر. شكرا أستاذ. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم مرة جديدة، ونلتقي معكم في حلقة قادمة.